who got the deck? اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو كالعاده في البرنامج نتاعكم ديزيسي. اليوم باش نجربوا ان سيتادين كهربه صغيره دونك تبع الماركه ام جي، وملي وصلت للسوق التونسيه خذت نجاح كبير. اللي يعرف شو هي الام جي 3، جي ما حطيتش الليبل بوغ ان اسي كومبلي. وصلنا دوك للاس نتاعنا اليوم، جربنا برشا موديلات ام جي، اما اول مرة في اوتو برو باش نجربوا كراهب تبعين نفس الماركة جمعتين ورا بعضهم، بعد الام جي 6 لا برلين الجمعة اللي فاتت باش نجربوا اليوم اختها الصغيرة الام جي 3. الام جي 3 هي اون سيتادين. هي كهربة صغيرة مصنوعة على باز للوسط البلاد، اما حسنوا فيهم برشا ولاو توا اوسي بيان الاز اون فيل كو سو روت. طولهم تقريب 4 متر، ساعات اكثر شويه ولا اقل شويه. موديلنا اليوم طوله 4 متر و5 سنتي، يساجي دو لا فيرسيون فيس ليفتين تاع الام جي 3. حافظت على نفس الفورمه، اما بوكو دو شانجمون خاصه من القدام، وين ولات عندها انفان اون كالوندر. ما كانتش عندها اون كالوندر قبل، نلقاو كان اللوغو ام جي اون كالوندر ديامونتي، وكيما على الموديلات الاخرين مربوطه للاضواء. شيء هذا يعطيها لي ميم كود ستيليستيك، نعرفوهم اللي تابعين نفس العين. عندها اون تري بيل سيناتور لومينوز اليد، والكوتي سبورتيف نتاع الموديل القديم موجود اليوم زادا، حاجه مهمه للام جي تظهر لا بلو سبورتيف دي سيتادين بالديسان نتاع البارك شوك. لي مونتون نوار هذم حتى لا اوتور دو كاس من الاوتا لي سيتادين سي بو، اما لازمنا نردو بالنا خاصه كي نقربوا للمدينة. وديزاين مخدوم كما تنجموا تشوفوا هوني على جنب الكهرباء، بيان اكيليبري، فورمه مربعه هوني بوكو دونغلو دروا، حافظت على الاضواء هذوما اللي ماشيين بطوله، ما عندهم هوني زاده اون سيناتور لومينوز. اي بور لو كوتي سبورتيف سو سبويلر، الام جي 3 عندها دونك الشخصيه نتاعها، نعقلوها دوب من غزروله. هذا بالنسبه للبرامج. الداخليني هو زاد تبدل تحسن، باش يستقبل ان ايكرون هوني، ان ايكرون تاكتيل 8 بوس، باش يبدا نفس الدرجه مع الكراهب اللي باش ينافسهم. ولو توا تقريب الكراهب الكل من لي سيتادين حتكشي لي كومباكت عندهم ان ايكرون، سي لو كا اليوم نتاع الام جي 3، ان ايكرون بيان انتيغري، بلاصتو واضحه ما بين لي زايراتور دير مزيانه. دونك انا زاد البارتي هذي اللي ماشي على طول البلانش دو بور فاسون تيسيو، تعمل ان رابيل مع الديسان تاع الكريسي، سي جون اي ديناميك، زاد تزيد
في الالوان ماهيش كحله ماهيش صومبغ ياسر تفهوني على زي غاتوردير مدورين مودرن بالنوار لاكي الكونسول سنترال خفيفة ما نلقاوش فيها برشا فلس كل شيء روغروبي في الليكران حتى من كليماتيزاسيون إلكترونيك عندنا الافيشاج متاع التمبيراتور ومتاع البيسانس في الليكران موجود فيه زادة أبل كار بلاي وكار لايف يعني اسبري سبورتيف بالفولان هذا فورمتو فولان ملتي فونكسيون أمي بلاي يعني مسكوي من اللوتي كلادا عند ام جي سي بيان اوبسيوني حكيت لكم على ليكرون تاكتيل موجود زاد لا كاميرا دو ركول في وسطو لي رادار دو ركول على الفيرسيون هذه عندنا اون بواط اوتوماتيك اي سي براتيك كيما هوني ما عندناش اون بوينيه خاطر ما تصلح لشيء للسيق هاتو في بلاصتها ان رانجمون للمرايا نتاع الـ AMG هي لا موتوريزاسيون ديما نفس البلوك 1 لتر 5 هوني بتبيع اقل قوة من الـ AMG 6 ولا HS حاجة عادية خاطر الكهرباء اخف برشا اما عندنا اقوى موتور في الكاتيجوري نتاعها 112 زيلة في الفيرسيون اوتوماتيك 107 للمانيوال قد المازدا 2 دوك لو كوتي سبورتيف ماهوش كان في المنظر عندما تقول جينيرالمون في الكاتيجوري هذه الكراهب يبداو تحت ال 100 زيلة في 80 حتى تكشي 75 زيلة للرونو كليو اون دي ريفيرونس في السيجمون هذا دوك فرق كبير تقريب 30% اقوى وخاصة كما قلت لكم نرجعوا نحكيوا على الوزن الكهرباء خفيفة 1200 كيلو مش برشا والشيء هذا يعطيها ان تري بون رابور بوا بويسونس سونوريتي نتاعو سبورتيف يطلع مليح دون لي تور مينوت والاستهلاك متوازن اقل من 6 لترات لل 100 كيلومتر seule finition qu'en la hafte ou fait les essais MG il y a maltum j'ai boucle à hub dans des configurations toutes options donc l'MG3 et Z en finition confort plus rend des jantes alu un écran tactile caméra et radar de recul qui marque tout comme une climatisation électronique ou majouda en version boîte auto les boîtes auto les matlobin bacha donc l'arc camion quand sachet et proche belichi un toit ouvrant à Marklil fait les citadines moi je m'en joue généralement pour des questions de budget Justement, on camlo baham haja zoom, une finition qui m'a dit comme deux versions, le manuel asbou 47 million ou 950 dinars ou l'automatique 53 million ou 950 dinars. كما تعرفوا كما لاحظتوا الاسوام نتاع الكراهب كلهم غاليين مالوغوزمون اما ام جي حافظت على دي بري تري كومبيتيتيف تشوفوا لوبسيونات والموتوريزاسيون نتاع الام جي 3 تبقى ارخص واقوى برشا من الكراهب اللي باش تنافسوا حلقتنا نتاع اليوم وفات اخر حلقه في السيزون زاده خساره نعطيكم موعد على رونتري
قبل ما نخليكم نشكركم مرة أخرى برشا اللي تابعتونا tout au long de cette saison فضلكم انتوما AutoPro تبقى l'émission numéro 1 automobile في التلفزة الوحيدة. ميرسي ميرسي بوكو. وبدأ نشكر فريق AutoPro قناة التاسعة، من غيرهم هما البرنامج هذا ما يكونش موجود وما يكونش بالكاليتي هذه. لي جورناليست ريجيسور مونتور انجينيور سون، ميرسي الاولاد. ان شاء الله تعدي وصيف مزيان، ردوا بالكم على رواحكم. سالو. Something to save us, close but we're strangers.